يعني زيارة اليوم هي كانت مرتبطة بنتائج الاجتماع المهم الذي كان يوم أمس في السليمانية في منزل زعيم اليكتي السيد بافل طلباني، حيث اليوم ذهب السيد محمد شياع السوداني وعلى رأس القائمة ومن أولويات مباحثات اليوم ومن أولويات زيارة اليوم حل مشكلة التصعيد على الحدود العراقية الإيرانية وإيجاد حل لمسألة القصف الإيراني المتكرر على المناطق الحدودية المتاخمة بين العراق وإيران من جهة إقليم كردستان. هذه أدت المشاكل أو هذا القصف أدى إلى أن يكون أن يأخذ مدى أبعد وأعمق، أن يكون يعني أن يصل إلى المدن المناطق السكانية، وهنالك ضحايا وسقوط ضحايا وغيرها من هذه الأمور. يعني زيارة اليوم هي على رأسها، هي كانت ذهب وفي جعبتها السيد محمد الشيع السوداني جملة من الاتفاقات خرج بها يوم أمس من خلال الاجتماع الذي كان في السليمانية، حيث كانت هي رسائل تطمينات للجمهورية الإسلامية الإيرانية حول قضية طرد الأحزاب المعارضة الكردية الإيرانية، منها إغلاق المقرات الموجودة للمعارضة الكردية الإيرانية، ولإيجاد يعني حل وسط بسبب قضية التعبئة العسكرية الإيرانية والتهديدات الأخيرة، حيث كانت ورقة الضغط من الجانب الإيراني على السيد محمد الشيع السوداني مما أدى إلى الإسراع بعقد اجتماع على مستوى القادة السياسيين بين بغداد وأربيل، وأدت الزيارة هذه أسبابها بسبب القضية التصعيد العسكري.